الموقف المروري مع المقدم حيدر محمد. صباح الخير مقدم حيدر، اليوم حابين نعرف من خلالك يعني المقاطع او المرور اليوم شلون شوارع بغداد الحبيبيه هذا الصباح. احلى صباح على عيون الصابرين والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. احلى صباح على عيون كل اللي جاي يشاهدونه، الله يخليك. حقيقه الموقف المنوم الساعه 600 باشرت كل مفارزنا في كافه التقاطعات والساحات في جانبي الكرخ والرصافه وباشراف السيد مدير المرور العام. حقيقه يعني نقدر نقول موقف جيد، كثافات بسيطه في بعض التقاطعات المهمه في جانبي الكرخ والرصافه، لكن اكيد بعد الساعه 10 بدا الموقف يتحسن، واحنا دائما نقول الموقف يتغير بين الحين والاخر. وياكم على سيطره الكاميرات خلينا نلاحظ بعض التقاطعات والساحات في جانبي الكرخ والرصافه. نبدا من جانب الكرخ، تقاطع الشواف اذا جاي نلاحظ حاليا بدا الموقف يتحسن يعني بصوره واضحه للعيان. من الكرخ باتجاه الرصافه عبر جسر الجمهوريه تقاطع الشواف الموقف جيد، ايضا باتجاه تقاطع الخرطوم الموقف جيد. الخرطوم باتجاه الشواف بعض السير ببطء، اكو اعمال لدائره المشاريع حقيقه في منتصف الطريق، لكن ايضا ما مأثر على حركه السير والمرور. ايضا باتجاه تقاطع السنك عبورا باتجاه الجمهوريه باتجاه الرصافه نقدر نقول في موقف مسيطر عليه في تقاطع الشواف في الوقت الحاضر. ايضا ناخذ تقاطع وساحه اخرى، ساحه الفارس العربي يعني نقول الموقف بدا يتحسن بشكل واضح في ساحه الفارس العربي. الفارس العربي اتجاه النسور الموقف جيد، اتجاه الرواد ايضا الموقف جيد. اذا نشوف على تنظيم حركه السير والمرور من الفارس العربي باتجاه دمشق العربي بعض الكثافه حركه ببطء، لكن نقدر نقول ايضا الموقف مسيطر عليه، ما عندنا اي قطع، ما عندنا اي عرقله في حركه السير والمرور، لذا الموقف جيد نقدر نقول حاليا في الوقت الحاضر. ايضا ناخذ تقاطع وساحه اخرى، ساحة النسور حقيقة بعض الكثافة المرورية اللي عندنا في ساحة النسور يعني باتجاه مستشفى اليرموك كثافة مرورية، باتجاه الفارس العربي الموقف جيد، باتجاه مستشفى اليرموك إذا جاي نلاحظ هاي الكثافة اللي موجودة عندنا توقف المركبات، مفارزة تحركت على هذا الموضوع حتى نحقق الانسيابية في حركة السير المرور، بقية الاتجاهات الموقف جيد. أيضا ناخذ تقاطع وساحة أخرى، ساحة عدن إذا جاي نلاحظ حاليا الكثافة المرورية عندنا من عدن باتجاه الصحة، إذا جاي نلاحظ حاليا توقف مركبات، عدم وجود باركات، مثل ما النقطة اللي تحدثنا بها انه عدة مناطق عدة دوائر خدمية في هذه المنطقة سمنا عرقلة في حركة السير والمرور. بقية الاتجاهات اذا نشوف انه نلاحظ انه نقدر نقول موقف جيد، اكو انسيابية باستثناء عدن باتجاه الصحة، ايضا توقف مركبات النقل الاجرة حقيقة هاي المشكلة اللي نعاني منها على الرغم من انه حجزها محاسبتها، لكن دائما تكون هذه المركبات سمنا عرقلة في حركة السير والمرور. لان هي نصيحة لهم انه يتعاونوا مع اخوانهم رجال المرور حتى ما يتعرضوا للمحاسبة القانونية. ايضا ناخذ تقاطع وساحة اخرى، الجسر الدوار حاليا اذا جاي نلاحظ مثل ما نوهنا انه مدخل الشمال تم تحويل سير مركبات الخمسة طن الحمل باتجاه يعني طريق الثرثار، لكن حاليا باتجاه اذا جاي نلاحظ ايضا عندنا بعض الكثافة المرورية حقيقة من جسر المثنى باتجاه التاجيات، الجسر الدوار باتجاه الكاظمية الموقف جيد، بقية الاتجاهات الموقف جيد جدا. ايضا ناخذ تقاطع وساحة اخرى، جسر بن حيان جانبي الكرخ والرصافة اذا جاي نلاحظ حاليا الانسيابي متحقق من عظمية الدلال باتجاه جسر جامع الحياة باتجاه الطوبشي، بالعكس بعض العرقلة في حركة السير المرور على تنظيم حركة السير المرور، لكن ما عندنا أي عرقلة في حركة السير المرور. نقدر نقول الموقف أيضا يتحسن هاي على تنظيم حركة السير المرور، السير اللي جاي من الأسكان الطوبشي باتجاه جسر جامع الحياة باتجاه الأعظمية، بقية الاتجاهات الموقف جيد. هذا الموقف في جانب الكرخ، ننتقل إلى جانب الرصافة، خلينا نشوف التقاطعات والساحات في جانب الرصافة. ساحة التحرير، التحرير باتجاه الطيران الموقف جيد، من الطيران أيضا باتجاه قرطبه بعض الكثافه السير ببطء، تقاطع قرطبه عندنا بعض الكثافه المروريه، السير ببطء نوع الخط السريع باتجاه باب الشرجي، فتكون عندنا في القرطبه، لكن ساحه التحرير نقدر نقول موقف على تنظيم حركه السير المرور باتجاه الخلاني، الموقف جيد باتجاه جسر الجمهوريه عبر تقاطع الشواف نقدر نقول موقف مسيطر عليه، بقيه الاتجاهات على تنظيم حركه السير المرور، حتى هذه المركبات المتوقفه على تنظيم حركه السير المرور، ما عندنا اي عرقله في حركه السير في الوقت الحاضر، ايضا ناخذ تقاطع وساحه اخرى في جانب الرصافة، تقاطع المثنى تقاطع المهم جدا الصباح الباكر، كانت عندنا كثافة مرورية لكن الموقف بدأ يتحسن، يعني المشاهد من يشوف هاي المركبات المتوقفة يقول اكو كثافة، لكن حقيقة هي على تنظيم حركة السير المرور كثافة طبيعية جدا حاليا في تقاطع المثنى، الموقف تحسن بشكل واضح للعيان. ايضا ناخذ تقاطع وساحة اخرى في جانب الرصافة، تقاطع جامع النداء، اذا ناخذ غير تقاطع، ناخذ غير تقاطع، ساحة كهرمانة يعني نقدر نقول بعض الكثافة المرور اللي موجودة عندنا من بريد العلوية باتجاه ساحة كهرمانة، باتجاه كرادة داخل الموقف جيد، كرادة داخل باتجاه ساحة كهرمانة بعض الكثافة باتجاه الفردوس، كثافة مسيطرة عليه، إن شاء الله يعني احنا نعرف أن الموقف يتحسن بين الحين والآخر، أكو جهود لمفارزنا حتى نحقق الإنسان في ساحة كهرمانة في الوقت الحاضر، أيضا ناخذ تقاطع وساحة أخرى،
ساحة عنتر نساوي وتحقق في ساحة عنتر من جميع الاتجاهات، من معهد القضايا جامع النداء باتجاه ساحة عنتر، باتجاه الدلال، باتجاه رأس الحواش. الموقف جيد جدا حاليا في ساحة عنتر. أيضا نأخذ تقاطع ساخر أخيرا ساحة ميسلون، نساوي وتحقق في ساحة ميسلون من جميع الاتجاهات، من بلديات باتجاه ساحة ميسلون، باتجاه الإعاشة، باتجاه الربيع، باتجاه بغداد جيدة. نقدر نقول موقف جيد جدا. اذا الموقف في جانبي الكرخ والرصافة عندنا بعض الكثافات اللي موجودة عندنا في ساحة عدن، ساحة النسور، ايضا في الرصافة عندنا تقاطع قرطبة، بقية الاتجاهات الموقف جيد. هذا الموقف المرور بشكل مختصر. ايضا احب انوه انه حقيقة مديرية المرور العامة اعلنت انه توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر المحترم انه راح يكون بيع لارقام المركبات المميزة، وباشراف السيد وزير الداخلية المحترم والسيد معالي والسيد مدير المرور العام المحترم راح يكون هناك مزاد علي لبيع الارقام المميزه. واكيد ندعوهم اكيد لمتابعه صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وراح نعلن عن اليوم والمكان حتى نبيع هاي الارقام المميزه للراغمين بشراء الارقام المميزه. هذا الموقف المرور وتعليمات مديريه المرور العام. بعدكم اي استفسار؟ انا حاضر. نعم مقدم حيدر، انا يمكن عندي كثير من الاسئله لكن حبدا بسؤالي الاول، يعني اكون كثير من الاسئله اللي موجوده معايا اريد اشير الى موضوع مهم اليوم. سؤالي لك، اذا اكو غرامه مثلا مخالفه اليوم المواطن لازم يعلم بها لو تكون هي موجوده تضاعف مباشره؟ لا، اكو بعض الغرامات احنا اللي وضحناها، مثلا مخالفه عدم الامتثال. هاي المخالفه اكيد ان المواطن في حال عدم الامتثال ضرب الاشاره الضوئيه او ما امتثل اشاره رجل المرور، هاي الغرامه يعني ما ينطل وصل. بقيه المخالفات توجيه السيد مدير المرور العام جدا واضح انه لازم نعطي الوصل لسائق المركبه. طيب اذا المواطن عنده في حال الشك في الغرامه، عندنا لجنه اعتراضات في جانبي الكرخ والرصاف وايضا بقيه المحافظات من حقه يعترض على الغرامه. لكن احنا حتى نوضح للساده المشاهدين انه هناك مشروع الحوكمه الالكترونيه، واكو حقيقه راح ندخل ان شاء الله بدات المرحله الاولى، انه راح يكون هناك هذا الحل له موضوع، هذا الموضوع يكون له حل جذري من طيب. خلال انه يكون راح يكون هناك رساله عبر السي اس ام اس، عبر السيم كارت يعلم المواطن بالغرامه. دخلنا بهذا الموضوع ان شاء الله على القريب العاجل راح يكون متاح للجميع. طيب انا واحده من الاشخاص يمكن المعروف فيها انه ملتزمه بالحزام الامان، وبعض الاحيان يمكن مو اتجنب المخالفات ما اعمل بيها لان انا ملتزمه بكل القواعد اللي تكون مرور. تفاجات انه انا عندي كثير من الغرامات وهي بكلها تكون 12 اي ام، كل هذه الغرامات بهذا الوقت وتكون مضاعفه وانا ما عندي اي مخالفه. طيب هذا العمل شلون يكون اذا هي نفس الوقت؟ معقوله تكون كل المخالفات بهذا الوقت؟ يعني بنفس اليوم؟ لا، تكون 12 اي ام كل الاوقات المخالفه تكون نفس التاريخ ونفس الوقت. لا في هذا الموضوع اذا لا احنا في هذا الموضوع بالنسبه للتواريخ اللي احنا عندنا وصل غرامه، قد يكون ادخال الغرامه في الوقت 12 صباحا، لكن عندنا وصولات غرامه بها مثبت الوقت والتاريخ ومكان التقاطع ورقم السياره موجودة ونوع السياره صح. في حاله وجود شك نعم. أنا بس أريد أشير إلى موضوع مهم، يمكن أنا أقدر أدفع الغرامة اللي عندي ومضاعفة وما أدري بيها، لكن اليوم كثير المواطنين عندهم غرامات وهم ما يعملون بها أو ما يدرون بها. طيب اليوم إحنا لازم عندنا فد اس ام اس مسج على أرقامنا مثلاً، لأن يعني إحنا تعرف من نشتري السيارة أرقامنا تكون موجودة مال التليفون، حتى تعرف أنا عندي غرامة وأروح أدفعها بدون ما تضاعف. أيضاً سؤالي الآخر، يعني هذا الموضوع مهم بس أنا أشير إلى المرور العام لأن إحنا دائماً نشير إلى جهود المرور العام. أيضاً أسأل سؤال آخر تحدث هذا الموضوع راح ينحل جذريا ان شاء الله صابرين. هذا طيب. الموضوع راح ينحل جذريا ان شاء الله ان شاء الله. اريد اشير الى موضوع اخر، وانا اليوم صار لي هوي ما طلعوا وياك فعندي كثير من الاسئله. احنا تحدثنا عن الاشارات المروريه وتتحدث عن المخالفات، اليوم يمكن المواطن هو مخالف 100% انه يعبر الاشاره، لكن اليوم احنا ايش وقت راح نعمل بالاشارات المروريه ونطبقها؟ وايش وقت ما راح يكون رجل المرور عنده سيستم او وقت معين؟ اليوم نشوف احنا لاين ينفتح ويبقى لمده 10 دقائق ولاين هو باق واحنا كنا موظفين وعندنا وقت، راح تقول لي اكو ازدحام بمكان مثلا على جسر السنك مثلا او الجمهوري فهو لازم يمتص الزخم، بس انا عندي وقت محدد، انا ما اقدر ابقى 10 دقائق او ربع ساعه بالتقاطع حتى انتظر رجل المرور يفتح اللاين حتى انا اقدر اعبر، شو وقت راح يكون حل لهذا الموضوع؟ صابرين حتى انا اكون واضح وياك. نعم. احنا حاليا في بغداد في جانبي الكرخ والرصافه 10 تقاطعات في جانب الرصافه وخمس تقاطعات في جانب الكرخ راح حقيقه راح نعمل بها وراح نجرب في خلال الفتره القادمه انه نظام الاشاره الضوئيه الذكيه. اوكي. حتى يكون واضحين، هناك الكثير حقيقه هناك كثير من المواضيع اللي
راح خلال فترة القادمة راح يشاهدوه على أرض الواقع اللي هاي الدراسات واهتمام حكومتنا وتوجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم ومتابعة السيد معالي وزير الداخلية المحترم وبإشراف مباشر من قبل السيد مدير الأمور العام. نعم. أكو كثير من المواضيع راح يشوفوها على أرض الواقع، راح يكون هناك اختبار وتجريبي لموضوع الإشارة الضوئية الذكية، والكثير من الأمور راح يشوف أنه راح يتحقق الإنسابية في حركة السير إن شاء الله. بعدها في حال نجاح أنه موضوع الإشارة الضوئية الذكية راح تطبق في كل التقاطعات أيضا. حاليا إحنا عندنا إحصائية وجه السيد معالي وزير الداخلية المحترم أن تكون إحصائية لكل التقاطعات اللي ما بها إشارة ضوئية اللي ما بها مظلات، راح يكون هناك تأثيث للشارع بشكل مباشر. أيضا العلامات المرور الدولية، احنا حاليا في مديرية المرور العامة مديرية الهندسة والطرق والعلامات المرورية بدأت انتاج العلامات المرورية وتثبيتها في الشوارع، راح يكون هناك حل جذري لهذه المواضيع اكيد ان شاء الله. مقدم حيدر، انا اشكر تواجدك ويانا ونقل اليوم موقف المرور لهذا الصباح.